بيقولوا لأهلهم أنا رايح أحرق شعري، مش أحلق شعري. أنا ما بنكر إني بتاجر، إيه بتاجر. هعمل لك مذكرة توقيف إذا ما خليت الشيخ يحرق. بلطقت البقاع ميتة ميتة. اعترف بسياخ اللحمة بقص الشعر وبالزربات أيام؟ اعترف فيهم؟ إذا بيقوص على ابنه في خلل عنده نفسي. وأنا ما بدي أعمل مشاكل، يعني أصلاً الفكرة إنه ما استفز حدا. رجال العائلة حضروا الفيلم. أنا ما باخذ إذن رجال العائلة. للنشر مع ريما كركي، الاثنين 9:30 مساءً على الجديد.